له تجربة فريدة، وهو شاب تونسي ولد في حمام سوسة 1981، يكتب الشعر ويكتب أيضا يعني المقالة. العديد من كتاباته نشر باللغة الفرنسية، وهو يعد دكتورة دولة أو دكتورة باختصار بإشراف الأستاذ محمد كمال الدين قحة. مرحبا بك سي أيمن حسن. أهلا وسهلا. مرحبا بك عايشك سي حسن، وشكرا على الاستضافة. نعم، ذكرنا منذ البداية أنك يعني ولدت في حمام سوسة، وحمام سوسة هي مدينة لها يعني حضور كبير في الذاكرة الوطنية التونسية. نعم، ربما نتذكر اليوم حمام سوسة لسبب وحيد، ولكني سأقول أن حمام سوسة تتجاوز بكثير زين العابدين بن علي المخلوع. حمام سوسة مهد لمجموعة من المفكرين والمثقفين وحتى العلماء. يعني حمام سوسة أخرجت لتونس أول متخرج من بوليتكنيك فرنسا، وهو المختار العتيري، وكان مستشار رئيس لحبيب بورقيبة منذ أن تولى الرئاسة. حمام سوسة أخرجت لتونس مجموعة من الكتاب الكبار مثل فرج الحوار، حافظ الجديدي وغيرهم. حمام سوسة أخرجت العديد والعديد من المحامين والقضاة. يعني حمام سوسة منارة في الساحل، وهي يعني من هي يعني نجم نقوله اللي الساحل علاش معروف، وعلاش الساحل عطاه يعني العديد من الكوادر للدولة التونسية، لأنه الساحلي يؤمن بالزيتون من جهة ويؤمن بالتعليم من جهة أخرى. يعني لو نقرأ شغل أندري جوليا المؤرخ الكبير يقول أنه لماذا السلطة بيد الساحليين لمدة كبيرة، لأن أهل الساحل راهنوا على التعليم على التدريس، وباعوا زيتينهم في انتظار أن يدرس أبنائهم وأن يشتري أبنائهم زيتين أخرى، وهذا ما صار حقيقة. يعني بالتالي أنا أعتز بحمام سوسة، هي مسقط رأسي، عائلتي هناك، بالرغم من أني أعيش اليوم في الحمامات. يعني نعم، وهذا الإرث يعني إرث حمام سوسة، خاصة الإرث السياسي، وهي ارتبطت في الذاكرة الجمعية يعني بزين العابدين بن علي. هل تتبرأ منها بهذه الطريقة؟ لا يمكن أن نتبرأ منها بهذه الطريقة. يعني الأمر معقد، ويعني يمكن أن نقول أن زين العابدين بن علي بسيئاته وبحسناته كذلك رئيس تونسي حكم هذه البلاد لمدة 23 سنة، واليوم يعني بعد سنتين من هروبه أو من انقطاع يعني الحكم، أو يمكن أن يعني التعبير، يعني هي المشكلة في التعبير كيف يمكن أن نعبر عن اللي تحبه يعني يبقى يعني رمز من رموز تونس بسيئاته وبحسناته. لكن الإشكال أنه اليوم عام 2013 ما نجموش نكتبوا التاريخ. يعني أنا في تصديرا لكتابي الأخير لو غوتور دي أساسان بروبو سور لا تونيزي جانفي 2011 جويلي 2012، يعني عودة الحشاشين مقولات عن تونس جانفي 2011 جويلي 2012، الذي صدر في شهر نوفمبر عند الجنوب للنشر بتونس، أقول يعني أستشهد بقولة جميلة كيف أن سنة 53 يعني لإمضاء اتفاقية الصلح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، تشون لاي الثاني يعني بعد موت سيتونغ في الصين ذهب إلى جنيف لكي يمضي على هذه المعاهدة أمام الأمريكان والفرنسيين إلى غير ذلك. وسأله أحد الصحفيين قائلا: ما رأيك في الثورة الفرنسية 1789؟ مع العلم أن الثورة الصينية عاقبتها ب 150 سنة تقريبا 1948. فقال له: إلي أنكور تو بور أن بارلي. هذا يعني هي إجابة واضحة مازال بكري باش نحكي عليه. بالتالي الناس قاعدة تكتب في التاريخ، تحكي إلى آخره، كل واحد عنده رأي، لكن حقيقة لا ندري ما الذي وقع بين 13 جانفي بعد خطاب بن علي الشهير، فهمتكم؟ جو فوزي كومبري، يعني على طريق دوغول، ويوم 14 خاصة. بالطبع هو الشعب التونسي الذي أطرد بن علي، لكن فما برشا حيثيات، برشا جوانب ملابسات لازمنا 10 ربما 15 سنة ربما 20 سنة باش نعرفوها. ممتاز جدا، يعطيك الصحة. تبقينا يعني في ربما أيضا في الذهنية الجمعية التونسية يطرح سؤال يعني السواحلية ويعني دورهم الكبير يعني في مجال السلطة، وأحيانا يعني ثمة من يعني معارضيهم أو منافسيهم أو الغائرين منهم
أو الغيارة إذا شئت، يعني من يقيم بطريقة سلبية هذا الدور ويقول أن ثمة احتكار. وصديقك الشاعر أولاد أحمد حين يعني وقع تغيير 7 نوفمبر 1987 يعني قال بطريقته الهزلية وليست الهزيلة طبعاً أنه الحكم بعد يعني 30 سنة من الحكم البورقيبي انتقل يعني في حدود 30 كيلومتر تقريباً، وعمل يعني معناها قياس يعني إلى كم يلزم من الوقت حتى يصل الحكم إلى سيدي بوزيد مثلاً، يعني بلاد أولاد أحمد. إذا أنت كيف تتحدث والآن مطروحة في الساحة السياسية التونسية مسألة السواحلية، وثمة كثير من الناس يقولوا لابد من افتكاك السلطة من يعني أي السواحلية والبلدية، كأن البلدية والسواحلية جراثيم أو كابوس يحوم حول رأس تونس. هذا كلام غير مسؤول، نعتبره كلاما هزيلا حتى وإن جاء من صديقي ولد أحمد. يعني وولد أحمد منذ 3 أسابيع استضفته في حمام سوسة، واستضفته النيابة الخصوصية بحمام سوسة. نعم. وقال النيابة الخصوصية لماذا؟ النيابة الخصوصية للبلدية. نعم. يعني نعم. بعد الثورة طرد التجمعيون وحل مكانهم أبناء المدينة الذين كانوا في الهلال الأحمر، الذين كانوا يعملون في منظمة العفو الدولي، في أمنستي انترناسيونال، في رابطة حقوق الإنسان، في الكشافة. وافتككنا يعني من التجمعين، مش السلطة لكن على القليلة البلدية حمام سوسة. فلما يعني أعلننا عن زيارة ولد أحمد إلى حمام سوسة يعني الحركة النهضة، ويعني ممثلي حركة النهضة جاءوا لي يقولوا كلا ولد أحمد هذا شاعر بنفسجي لأنه أول رئيس لبيت الشعر، وأيمن حسن والبنيابة الخصوصية تقوم بأنشطة حمراء. قلت هذوما عندهم استخبيسم في الكولور، عندهم مشكلة في رؤية الألوان هذوما، وهددونا بيعني تكسير الجلسة وكذا. لكن قمنا باللازم، جاءت قوات الجيش الوطني، جاءت قوات الأمن يعني حتى النينجا يعني، وأمام قاعة يعني سوداء. هذا اللي جايين حماية الثورة ولا لا؟ معناش لأنه في حمام سوسة اللي جايين حماية الثورة هم النيابة الخصوصية، ومش بالمعنى بتاع اللي يعملوا فيه لجان حماية الثورة اللي هم توا إرهابيين تقريبا ومجرمين وقطاع طرق. في حمام سوسة يعني ليلة 15 جانفي كادت تحرق المدينة، وخرج أبناء المدينة للدفاع عنها. أحرق مركز الشرطة بالمنشية في كل في العديد، لكن حمام سوسة كانت مستهدفة، لكن حمام سوسة دافع عنها أبناؤها وتولوا مقاليد السلطة، مسكوا بزمام الأمور. يعني بالتالي يعني ردوا بالك، نقول لجان حماية الثورة فما نوعين، أنا تابع لجان حماية الثورة لأني دفعت على الحي الذي كنت أقطن فيه في البداية مش توا. أي فلا يعطيك صحة، فما بالحق لجان حماية الثورة ولدت في البداية وهي ظاهرة طبيعية كما تشرب أنت الماء. نعم. يعني دفعنا على ممتلكاتنا. نعم. بعد خاصة بعد رجوع أولئك الذين جاءوا من الخارج سيسوا لجان حماية الثورة وجعلوا منها أيادي ربما مسلحة، أيادي عنف تخدم مصلحة حزب واحد. نعم. باش يكون واضح. بالتالي ولاد أحمد في حمسوسة قدمته أنا أمام قاعة تقريبا فيها 900 شخص، وكانت قراءة جميلة. أولاد أحمد الشاعر الكبير التونسي لم يعني كان وقال لذلك يعني كأنه درويش في المسرح البلدي، ما عمره ما صارت له يعني يقرأ في محافل في كذا، لكن قاعة كما دار الثقافة اللي دعاج بحمسوسة ترفع 900 مقعد للكل، جات لولاد أحمد وباع الكتب إلى آخره. بالتالي أنا من وقت نقرأ لولاد أحمد ولا المزغلي ولا الغزي ما نقرأ لهمش لأنه هذا شعر من القيروان وهذا من صفاقس وهذا من سيدي بوزيد وهذا من حمام سوسة وهذا من بنزرت. أنا أقرأ لهؤلاء أو لحسن بن عثمان أو لفرج الحوار أو غيرهم. عندما أقرأ الكتب أقرأها لأنها تعطيني شيئا. عندما أقرأ لحسن بن عثمان أو لغيره أنا يعني فما نوع من الليجويسم، نوع من حب النفس، لأني باش ناخذ منه أشياء. وهذا ما الناس ما تفكرش فيه. أنا أدرس الأدب بالجامعة التونسية وأعلم طلبتي كيف يعثرون على النص الجيد وكيف يقرؤون النص الجيد وكيف ينقدون النص
الذي ليس بجيد. بالتالي يعني مشكلة الجهويات لازم تتنحى من تونس. أعطيتك أنا شارل أندري جوليان شقال في فترة معينة، لكن اليوم يزينا من الكلام هذا، إحنا لازمنا نلموا بعضنا من أجل هذا الوطن. الثورة التونسية قاموا بها التونس الكل، وليس من حق أي شخص أن يستفرد بها ويقول أنا قمت بها. قاموا بها المحامين، قامت بها بطبيعة الاتحاد، قاموا بها القضاة كذلك، قاموا بها بعض الأحزاب التقدميين، يعني الوطن من جهة، حزب العمال من جهة، بطبيعة حركة التجديد، البي دي بي، يعني حزب، يعني مكونات المجتمع التونسي كله لنقول مكونات المجتمع التونسي. وفما حتى كانوا إسلاميين موجودين كمحامين وكذا، لكن ليست حكرا على الإسلاميين وعلى اليسار، هي حكر على تونس، هي الثورة التونسية. أي المسألة الجهوية أنا بالنسبة لي، لأنه يعني هذا مدخل يعني ربما يعني يصلح لكي نتحدث فيه معك سيادتك، هو قضية الجهوية قضية مطروحة يعني تماما في تونس. هل تتصور أنه هي قضية تعيق يعني البلاد، أو أنها يعني ربما تدفع، لأنه الجانب الجهوي أيضا ليس كله سلبيا على ما أعتقد؟ والله كله سلبيات. نعم كله سلبيات، لكن هو الرئيس المؤقت يعني منصف المرزوقي يدعو إلى يعني تعميق مسألة الجهوية من خلال يعني أحداث أقاليم يعني في تونس، 7 أقاليم يعني. ربي فرج. كيف؟ ربي فرج، ربي يهدي وربي فرج. يعني كل مرة يطلعون بطلعة، كل مرة يقولون كلام. فتاة عمرها 3 سنوات وقع اغتصابها في روضة، فنسمع أنه الوزيرة تصرح بأنه واحد من عائلتها. منين تعرف أنت؟ يظل الناس هذوما مش واعيين، هذوما خاصة الناس هذوما بتاع المؤتمر مرزوقي و... لا أنا أقول أنا مش مدافع على حزب، أنا كمثقف عضوي، باش نرجع لكلمة جرامشي، كمثقف عضوي عايش في بلاد وكتبت على أوضاع، يعني يوم اغتيل شكري بالعيد بعد البكاء وبعد يعني يوم كنت في درست ورجعت للبيت، جلست مع صديق حسونة مصباحي وصديق فرنسي، كنا في حالة يعني من يعني نكاد نكون يعني منهارين، والرغم بالرغم من ذلك عدت إلى البيت وكتبت نصا لا شاهد على الشهيد أو الشاهد، وصدر هذا النص في جريدة لابريس يوم دفن المرحوم شكري بالعيد، يعني يوم الجمعة 8 فيفري، وعبرت عن رأيي، وحتى في مجلة الفكرية التي أشرف عليها بالفرنسية أقول أنا لكوز، وأنا أتهم وأنا يعني توا عنا قديش توا قريب شهرين ولم يقع القبض على القاتل، يعني المماطلات هذه. أنا خايف يقع السيناريو اللي صار في الجزائر مع الرئيس بوضياف بن ضياف، عفوا بن ضياف، خايف لا يصير كما صار مع الله يرحمه كما جوغيس كما غيرهم. يعني الإشكال هو المماطلة السياسية، وهذوما الخرجات اللي يعملوا فيهم الناس هذوما تحب تبعدنا على اللب الموضوع اللي هو تونس، لأنه شكري بالعيد ليس شهيد الوطن وليس شهيد جبهة شعبية حسب، هو شهيد تونس، هو أول من سقط يعني تحت الرصاص الغادر. وأنا للأسف كتبت الكتاب هذا في حادثة في حادثة في يعني أعلنت عن هذا يعني من خلال هذا الكتاب، قلت راهم الناس هذوما الناس. سنعود إلى الحديث حول هذا الكتاب اللي هو يعني كتاب مهم، هو لدكتور ديزاس سا، لكن يعني أنا يعني أردت أن أتعرف على وأعرف بالأستاذ الشاعر يعني أيمن حسن يعني من جوانب أخرى. يعني مثلا يعني تحدثنا الآن عن المسألة الجهوية، نريد أن نتحدث عن المسألة الحزبية. أنت الآن يعني تعيش يعني بعد الثورة، يعني أريد أن أتعرف على رأيك في مسألة التحزب ومسألة الإيديولوجيا. هو الحقيقة نجم يكون مثقف عضوي لكنه مش متحزب. أنا عضوي ومتحزب، يعني لشكون نجم أقولها بكل صراحة، يعني أنا في فترة الانتخابات أنا نعتبر روحي 2011 أنا من نعتبر روحي ابن حركة التجديد، وربما ابن الروحي للأستاذ أحمد إبراهيم أستاذي، ونتمنى له الشفاء. أنا أيضا وقمت يعني بعمل نقولها بكل تواضع لكن جبار في الحملة الانتخابية للقطب الديمقراطي الحديث بسوسة، كنت أنا من قدم يعني الاختتام سهرة الاختتامية يعني يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 بالمسرح البلدي بسوسة، قمت يعني إيمانا مني لحركة التجديد والأحزاب اللي انضموا إليها لتكوين القطب الديمقراطي الحديث تمثل تونس ما قبل الثورة
تونس الثورة وتونس التي ننشد إليها. واليوم أنا مع المسار الديمقراطي الاجتماعي، وأنا يعني من أحلامي، من أحلامي، فما يكون حلمه يربح في البروموسبور، أنا من أحلامي أنه المسار اللي هو حزب يعني يبقى وسطي يساري يجمع ما بين الليبراليين الموجودين في الجمهورية نداء تونس وما بين أقصى اليسار يعني الجبهة الشعبية. نتمنى أن نعملوا هالجبهة الوطنية، جبهة الإنقاذ. إيه ماني أنا بودي أنا هي الجبهة اللي يهم فينا اللي يقول لك نعملوا مشانق، لأن إحنا العلمانيين ولائكيين وكذا كان يسبها. هي العلمانية ليست بشتيمة، يعني مجلة الفكرية في شهر ديسمبر أصدرت عددا كاملا على مسألة العلمانية بالعربية وبالفرنسية، وبالعربية يعني هناك حوار جميل وجميل جدا مع الأستاذ عبد المجيد شرفي، قام به بصديقنا الأستاذ مختار الخلفاوي، ونجم موجودة في الأسواق المجلة الفكرية، ونوضحه يعني بطريقة علمية اللي العلمانية واللائكية راهي حل مش مشكلة. نعم، لكن أنا بيودي أنا أطرح السؤال، سؤال يعني كيفاش ممكن أنه إنسان مبدع أو مثقف يكون يعني متحيز أو منحاز إلى فكرة معينة في حين أنه المفروض هو ينتمي إلى الوطن كله، ويعني هو منطقة لتقاطع كل الجهات. صحيح، هذا صحيح، لكن المسألة الحزبية مهمة، لأنه ما تنجمش تتابع الأحزاب الكل، فماش إنسان تابع الأحزاب الكل، فوق الأحزاب، فوق الأحزاب فما شخص وحيد حسب رأيي وحسب رأي التاريخ والمؤرخين منذ ولادة الجمهورية كجمهورية، الجمهورية التونسية يعني الجمهورية بصفة عامة، منظومة الجمهورية لا ريبوبليك، هو رئيس الجمهورية وقتها، رئيس الجمهورية حتى ولو تابع حزب الاشتراكي مثلا ولا الحزب الإخبياء ولا اللي سميه كما سميه اليو ام بي ولا اللي هو، يولي رئيس يستقيل من منصبه كأمين عام مرشح باسم الحزب ذاك، ويصير حزب الذين اختاروه وصوتوا له وحزب الذين لم يصوتوا له، خاطر يمثل توانسة ولا فرنسيس كل. لكن المثقف من حقه باش ما يكون تابع حتى حزب، لكن حسب رأيي في الوضع الراهن هذا، في وضع الاحتقان التاريخي هذا اللي نعيشه فيه، لازم يكون محزب. الإيديولوجيا لا تعيق يعني العمل؟ لا لا لا، الإيديولوجيا لا تعيق أي شيء. الإيديولوجيا كيف كما اللائكية ولا العلمانية كلمات يعني يخوفوا حتى الإيديولوجيا، أنا لست بخاف من الإيديولوجيا. الدليل يعني في العدد القادم من مجلة الفكرية، هو كان سيصدر في جانفي 2013 لكن مشاكل مادية للأسف لم يصدر، وعجلنا بإصدار العدد على شكل بالعيد وعلى الاغتيال السياسي يعني، وموجود في الأسواق يعني عدد فيفري مارس 2013. العدد القادم تاع أفريل سيدور حول الثورة التونسية، معنى الثورة. وعندي حوار مع الأستاذ مختار غواف يدرس في جنيف، وترجمة غرامشي، ترجمة جديدة كتاب للغة الفرنسية غرامشي طبعا مترجم، لكن ترجمة جديدة وفي ظرف سنة يعني زوز دور نشر مرموقة في فرنسا أصدرت زوز كتب مختلفين لغرامشي، دليل أنه فكرة التحزب وفكرة غرامشي هو يعني مثقف إيطالي كبير يعني الفاشيين حكموا على غرامشي بعشرين سنة سجن، وقال يعني المدة العام يجب حرمان هذا الدماغ هذا الفكر من التفكير، هذا العقل من التفكير لمدة عشرين سنة. نعم، وهو كتب أهم نصوصه في السجن، يعني. نعم، لكن سمحني فما ناس دخلت السجن وخرجت تحب تحكم وتحب كذا، غرامشي يكتب وتفكر. أنا نتمنى أن يخرجونا يعني كما حركة أفاق ولدت جيلبر نقاش وفتحي بالحاج يحيى، يعني كتبوا أعمال رائعة على أدب السجون، لأنه يعني نجم نقوله فما جنس اسمه أدب السجون، جيلبر نقاش كريستال، وفما نصوص أخرى يعني يحكي فيها ذكريات، فما العديد من الكتب. فتحي بالحاج يحيى يعني السجن كذاب والحي روح. نعم، لكن قريت هذاك من زمان بن علي وخرج الكتاب هذاك. نعم، سنة 2010 تقريبا. لكن مذهبية الإخوان الإسلاميين يحكي هنا على السجن، ثمت يعني ثمت من كتب سبيب يعني عند شفتوا الكتاب هذاك علاش ليه، ثم يعني كتابات حتى لدى الإسلاميين حول موضوع السجن. على كل حال يعني هذه قضية كبرى، نأخذ يعني فسحة
يعني موسيقية، ثم نعود لاستكمال الحديث معك مع الشاعر الأستاذ أيمن حسن. إذن فصحى ونعود.